العلاقة ما بينهم هم 10/6 يعني برج الجوزاء، تمام، و 17/1 يعني برج الجدي اللي راح شوية للدلو، الوجه اللي راح اللي مد على الدلو هنا هيبقى مديهم شوية توافق شوية، ولكن هي بتقول انا داخل على كتاب. عايز اقول لها ده العادي بتاع برج الجوزاء، انت ما قلت من شوية ان هم متقلبين جدا، وبالذات تقلب البنات او المرأة الجوزاء اكتر من تقلب الرجل، وحتى هي في القوة هي اقوى من الرجل الجوزاء. لكن قوة بمعنى قوة نفسية ولا قوة جسدية؟ قوة الشخصية. قوة الشخصية، تمام. قوة الشخصية بتبقى قوية جدا يعني. عايز اقول ان السنة دي سنة رائعة بالنسبة لك، ولكن التوافق بينك ما بين مطلوب منك مجهود وتفهم الشخصية. اطبخ، هي قالت خطيب ولا زوجي؟ جوزها. يعني اطبخي له في البيت، وفري له في الفلوس، اعملي له الجو، اهتم بيه يعني، يبقى فيه هو بيحب منطقه التوفير في المال والحاجات دي. لكن لو هتنرفز انت يوم ما انت بقى تشتري حاجات ملهاش لازمه والكلام ده وتبعزاجي في فلوسه، هنا هيبدا يتقلب وتحول عليك. طيب هناخد اتصال تاني يا محمد ونرجع نكمل. معانا ام مريم من القاهره. الو، السلام عليكم.